السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديني ينهاني عن التمادي في الخطأ، درس من دروس التربية الإسلامية، مكون الحكمة، مستوى الخامس، مرجع منار التربية الإسلامية. على بركة الله، صلوا على رسول الله. إذا سوف نقوم إن شاء الله في هذا الفيديو بإنجاز هذه الصفحة 78. إذا على بركة الله. إذا ديني ينهاني عن التمادي في الخطأ، أوظف مكتسباتي وأتجنب التمادي في الخطأ امتثالا لأمر ديني. الخطأ في حياة الناس أمر وارد، ولا يستطيع إنسان أن يدعي العصمة مهما كان شأنه. فالخطأ الحقيقي هو تمادي البعض في خطئهم وعدم اعترافهم به والإصرار عليه واعتبار الرجوع عنه نقيصة. لكن من أخطأ واعترف بخطئه ثم ندم على ما فعل ولجأ إلى الله مستغفرا تائبا، فما هي النتيجة؟ فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له، مصداقا لقوله تعالى: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. سورة النساء الآية 17. إذا من خلال هذا النص وهذه الوضعية، ما الخطأ الحقيقي في حياة الناس؟ سنجيب عن هذا السؤال انطلاقا من هذا النص فقط. إذا الخطأ الحقيقي هو تمادي، نزيل الألف نصححها إن شاء الله. إذا الخطأ الحقيقي هو تمادي الناس في خطئهم والإصرار عليه واعتبار الرجوع عنه نقيصة. إذا قلنا الخطأ الحقيقي هو تمادي الناس في خطئهم، قد قمنا بالتصحيح، والإصرار عليه، يعني الإصرار عن الخطأ، إصرار على الخطأ إصرارا، وهو عدم الإقلاع على الخطأ وإعادة الخطأ مرات ومرات واعتبار الرجوع عنه نقيصة. إذا هنا لا يريد أن يعترف بخطأه، ويعتبر الرجوع عن هذا الخطأ ضعفا وإهانة ونقيصة تنقص من شأنه، وهذا خطأ يجعله يتمادى في خطئه ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نكمل النشاط الأول. أجيب: ما لا يفعل الإنسان عندما يرتكب خطأ، عند ارتكاب الخطأ يجب على الإنسان الاعتراف بالخطأ. أولا الاعتراف بالخطأ، ثم الندم على فعل الخطأ طبعا، ثم اللجوء إلى من؟ إلى الله مستغفرا تائبا. لماذا؟ لأنه سبحانه تواب غفور، لن تجد أرحم ولا أعطف عليك من رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أرحم وأغفر من كل الناس. إذن أستخرج القيم التي تضمنتها مواضيع الحكمة لهذه السنة. إذن حاولنا استخراجها فكانت على الشكل التالي. إذن أول قيمة تعالجها هذه النصوص وهذه المواضيع هي حسن التواصل بين الناس، ثم تهذيب الأخلاق. يوصينا الإسلام على هذه القيمة الرفيعة وهي حسن الخلق، ثم تقدير المرأة واحترامها واحترام رأيها واحترام تفكيرها، فهي الأم والأخت والزوجة، والاعتراف بالخطأ، وهذه من الفضائل تتجنبنا مجموعة من العيوب الاجتماعية. فالاعتراف بالخطأ يوطد العلاقات بين الناس، العلاقات بين الناس. ثم التفاؤل وعدم اليأس، نعم،
وأخيرا عدم التمادي في الخطأ، وهذه مجموعة من القيم تجعل حياتنا أفضل إذا ما التزمنا بها إن شاء الله. إذن بما وعد الله تعالى التوابين؟ بما وعد الله تعالى التوابين؟ وعد الله التوابين بالمغفرة وقبول التوبة إن هم تابوا وندموا على أخطائهم وذنوبهم. نعم، كما قال سبحانه في الآية التي قرأناها آنفا: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ماذا تستفيد منها؟ إذا من هذه القيم بطبعا، فنحن يعني نجيب عن استفادة من هذه القيم، وقد عبرنا عن ذلك فقلنا أستفيد من هذه القيم صلاح المجتمع والعلاقات الإنسانية، حيث يسود حسن التواصل وحسن الأخلاق، ويكون المسلم متفائلا راضيا بقضاء الله وقدره، ويتجنب ما نهى الله عنه، وعند ارتكاب الخطأ لا يجد حرجا في الاعتراف به وطلب المغفرة من الله، نادما على فعله، مصححا سلوكه طبعا، سلوكه نضيف الهاء هنا، دون أن ننسى قيمة المرأة في الإسلام والمجتمع، حيث تستوجب الاحترام والتقدير. إذا قمنا بالتصحيح هذا الخطأ، إذن هذه مجموعة من الإفادات والفوائد. إذن نتابع. إذن ماذا يجب علي إذا أخطأت في حق الله تعالى، أخطأت في حق الآخرين، إذا أخطأت في حق نفسي؟ لنرى بعض ما يجب علي فعله. إذن الخطأ في حق الله، والخطأ في حق الآخرين، والخطأ في حق نفسي. أول شيء، عندما أخطأ في وأذنب وأرتكب معصية أندم على ما فعلت، هذا أول شيء. وإن أخطأت في حق الآخرين أعترف، والاعتراف أول مرحلة يجب أن تترسخ في الأذهان، والاعتراف بالخطأ. إذا لم أعترف بالخطأ فكيف أصححه وأنا لا أعترف بكونه خطأ ولا أرضى أن أعترف؟ لهذا الاعتراف يكون أولا. ثم ماذا؟ التوقف عن الذنب. هنا نقطة، هنا نعم، إذن التوقف عن الذنب. ماذا أيضا؟ الندم والتوقف عن الخطأ. لا بد من التوقف، لا بد من الإقلاع عن الخطأ، هذا ما يتوجب. ثم هنا بالنسبة للخطأ في حق النفس، تصحيح الخطأ. ما هي أمثلة الخطأ في النفس؟ قد أجهد نفسي، قد أحرمها الراحة، قد أحرمها الطعام والشراب، قد ألقي بنفسي إلى التهلكة، ألقي إلى نفسي إلى المرض، هذه التي تؤذي النفس فهي تسمى أخطأ في حق النفس. إذن ماذا بعد أن ندمت وتوقفت عن الذنب، ماذا أفعل؟ ما هي المرحلة الأخرى؟ طلب التوبة والمغفرة، وأنا مصر على إقلاع عن المعصية، وأنا قد قررت الإقلاع عن المعصية. هنا ماذا بالنسبة للآخرين؟ الخطأ في حق الآخرين يستوجب طلب المسامحة والمغفرة، أن أطلب من الناس أن يغفر لي ذنبي وقد أخطأت في حقي. ثم هنا الخطأ في حق نفسي، الكف عن الخطأ، الكف عن الخطأ. إذن للنجم، الحق في حق الجيران، تلويت البيئة، الخطأ في حق المرأة،
قلنا أن أول شيء هو الاعتراف بالخطأ بالنسبة لجميع الأخطاء، ثم هنا أعترف بالخطأ وأحترم رأيها، أحترم رأيها وأقدرها. لأن الندم والتوقف عن الخطأ إذا أخطأت في حق الجيران، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجار، وأصر وأكد على احترام حق الجار، حتى قلنا كما جاء في حديث حتى قل كاد أن يورثه. إذن ثم طلب المسامحة والمغفرة من الناس طبعا ومن الجيران. إذا المساهمة، إذا بعد أن لوثت أخطأت في حق البيئة بالتلويث، أعترف أنني قد لوثت وأنني قد أصبتها بضرر، فأساهم في المحافظة على البيئة، وأساهم كذلك في توعية الآخرين بنشرات توعوية بالدعوة إلى الحفاظ على البيئة. إذا هنا المرأة أحترم رأيها، تقديرها، معرفة مكانة المرأة في الإسلام. فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليكرم الإنسان عامة، وقد كرم المرأة منذ بداية الإسلام. إذا أكمل في دفتر الحديث النبوي، كل ابن آدم، رواه الترمذي. إذا ماذا نقول؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا هنا هذا الحديث يقول أن ابن آدم يخطأ، بل هو خطاء، صيغة المبالغة، أنه يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ يخطئ ثم يتوب ثم يعود إلى الخطأ ثم يتوب. ومن هم خير الخطائين؟ هم التوابون، يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله، ولنا لقاء في درس آخر إن شاء الله.